السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أماني من قناة بيانكو. بإذن الله النهاردة هنعمل الأرنبيط المقرمش. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. جبنا أرنبيطاية قطعناها مكعبات وغسلناها، هنقشر العيدان بتاعتها على خفيف، يعني مش هنشيل الساق كله عشان لما ننزلها في التتبيلة التتبيلة تمسك فيها. واحنا بنقشرها هنكون مجهزين المية. المية بتغلي، هننزل بمعلقة ملح، معلقة كمون، نص معلقة كمون حصى، رشة سكر. هننزل بالقرنبيط، هننزل بالكمية كلها. أول ما يغلي هنسيبه 5 دقايق ونطفي عليه. عقبال ما يستوي تعالوا نعمل التتبيلة بتاعة القرنبيط. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هننزل بكوبايتين دقيق، عليهم نص كوباية نشا. النشا هنا هيخلي القرنبيط بقى مش معانا. هنقلبهم كويس مع بعض. التوابل بقى بتاعتنا ايه؟ نص معلقة بيكنج باودر، نص معلقة كزبرة، نص معلقة بابريكا، نص معلقة كركم، نص معلقة كمون، رشة شطة، والملح والفلفل الاسود، نص معلقة قرفة. والتوابل دي حسب رغبتك انت بتحبي ايه وممكن تشيلي ايه او تزودي ايه. هنقلبهم كويس مع بعض. هنا هننزل ب3 بيضات، ممكن تحطي كتير او قليل، وممكن ما تحطيش بيض خالص. هنقلب البيض كويس، هنفضل نوب فيه. وهننزل عليه بفصين ثوم مهروسين ونقلبهم كويس. هنقسم كمية الدقيق وهننزل عليهم بكوباية مية ونقلبهم كويس. هنقلبه كويس. ممكن الخطوة دي نحطها في الخلاط. نقلبهم كويس مع بعض وهنكون محضرين 2 معلقة بقدونس مفرومين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هننزل بالبقدونس الخلطة بقت تمام جاهزة معانا. هننزل بالقرنبيط نقلبه نخليه يشرب من التتبيلة كويس. وهننزل بيه في الدقيق. مش هندوس عليه، يا دوبك نحط عليه الدقيق يمسك فيه. نعمل واحدة كمان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ونخلص باقي الكمية ونكون محضرين الزيت. الزيت هنا ساخن. هننزل بالقرنبيط بالكمية اللي احنا عملناها. وخلي بالك على ايديكي وانت بتنزليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
هنا أول ما يبدأ ياخد لون من تحت نقلبه على الناحية التانية لغاية ما ياخد معانا لون جميل اللي انت شايفاه ده، نطلعه ومنحطوش على مناديل عشان ما يطواش. هنحطه على شبكة، طب لو ما فيش شبكة نحطه في مصفى. المناديل هتطوي، ده كنتاكي يا جماعة مش قرنبيط خالص، الريحة جميلة كده. الكمية التانية هننزل بيها، ميزته ان هو ما بيشربش زيت خالص. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كده طلعناه على الشبكة كله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. نبدأ بقى نعمل السلطة. بصوا الألوان جميلة ازاي، ما شاء الله، رمان، جرجير، خيار، طماطم، بصل أحمر، بنجر مسلوق مقطع مكعبات. السلطة يعني بصل أحمر، ما شاء الله على الألوان، سبحان الله. ليمون، سماق، ملح، فلفل. هننزل عليهم على الليمون، وهننزل بمعلقة خل بلسمك. الالوان بتتكلم عن نفسها يا جماعه، والله ما شاء الله. هنقلبها كويس وننزل بيها على الالوان الجميله دي. هنقلبها عشان تشرب من التتبيله، نقلبها كويس. وهنا انا كنت نسيت احط معلقه دبس رمان، نحطها معلقه واحده، هتخلي طعمها حكايه، احلى سلطه. وبالهنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.